أنا اسمي إلهام، أنا مصرية لكن عشت فترة طويلة في جنوب أفريقيا. كل حياتي حياة جادة جدا لأني بشتغل صيدلانية. لما وصل عمري ل62 سنة قررت أني أغير في حياتي، وبدل الشغل الجاد أحاول أني أعمل حاجة تسعدني وأستمتع بيها. قررت أني أتعلم أني أكون مدرسة رقص شرقي في جنوب أفريقيا، وده لأني أعتقد أن الرقص الشرقي هو فن حقيقي. لما دورت على حد يعلمني المهنة دي لقيت فيديوهات لأمورة على الإنترنت. في الحقيقة أعجبت بيهم جدا وبدأت أتصل بيها عن طريق الإيميل، وللحظ لقيتها موجودة في مصر في الفترة دي. وبعد ما اتقابلت معاها قررت فورا أني أبدأ الكورس، وده عشان هي بالرغم أنها أسبانية إلا أنها بتعلم الرقص الشرقي المصري المحترم. هي برضو بتعرف تتكلم عربي بسيط وبسهولة بتعرف تتفاهم مع العرب. أنا عرفت منها إنها سافرت كتير لبلاد عربية وشرقية عشان تتعلم الرقص الشرقي وعشان تجمع الفيديوهات بتاعت مشاهير الرقصات. في الحقيقة أنا استمتعت جدا إن تعلمت منها وسعيدة جدا بالتأثير اللي عملته في حياتي. وأنا بشجع كل بنت أو امرأة عايزة تتعلم الرقص الشرقي إنها تستعمل أمورة كمدرسة ليها، لأنها مستعدة إنها تبذل مجهود شديد عشان تدي خبرتها وتخرج راقصة جيدة. وشكرا يا جماعة، باي باي.